بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم بأن حرمات الرأي لا تتقيد بحسن الرئي فمقلتيك والحرام إن يبن كور عجوز أو حراقف يفن. تم صوان المرء من أضران بصره والسمع واللسان، نصانه سليم من تفاوت، يصيبه من أحد الثلاثة، جمعه محمد مولود، أناله آماله الودود. واعلم بأن حرمات الرأي لا تتقيد بحسن الرأي، علم بأن ما حرمه الشارع لا يتقيد بكونه حسنا أم قبيحا، فالعورة حدها الشارع، فجعل عورة المرأة من رأسها إلى قدمها، وجعل عورة الرجل من سرته إلى ركبتيه، فتكون هذه العورة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة قبيحة، لأن الله تعالى فوت الخلق، فبعض خلقه حسنة وبعض خلقه قبيحة، لكن العورة لا تتغير، ليست مقيدة بكون هل هذا جميل مفتن أو غير جميل، لا، وحرام نظره. لذلك قال فمقلتيك، هذه منصوبة على التحذير، وقال له في اللغة العربية التحذير، كإياك والأسد، أنا أحذر الأسد، منصوبة بفعل محذوف، فمقلتيك معنى أحذر مقلتيك، أحذر عينيك أن تنظر بهما حراما ولو قبيحا، كعورة امرأة قبيحة، هذا لا يحل ذلك. لذلك قال كوع عجوز، امرأة كبيرة في السن، كونها خرج من هذا الكوع، هذا لا يفتي أي أحد غالبا، لكن الله تعالى حرمه لغير المحرم. كوع عجوز أو حراقب عبد، فما من العادة أن الشخص يفتن بحراقب شخص كبير في السن، حرايا كان عبدا. نعم. تم صوان المرء، ما يحفظ صوان، ما غلاف يقع فوق حبة القمح وحبة اللبيا وغيرها، ما يصون الشيء، صوان معناها الشيء الغلاف الذي يكون، قال هذا الكتاب صوان للإنسان من أدراني، لأن يعني السيئات أوساخ، أدراني بصره والسمع واللسان. تم الكتاب المعد لصيانة المرء من أدران جوارحه الثلاثة، اللسان والسمع والبصر. من صان هذا الكتاب حفظه وفهمه سليم من تفاوت، من عيب يصيبه من أحد الثلاث، فإن المعاصي عيب على الإنسان، ولذلك قال الإمام الشافعي تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، هذا قياس جديد، كيف تقول أنك تحبه وأنت تعصيه؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، فالمحبة الكاملة تستلزم الطاعة. ولذلك قال محمد المولود رحمه الله تعالى، رحمه الله جميعا ونفعنا بهم، في مطهرة القلوب، أما المحبة فمعنى قلبي مستوجب لطاعة المحب، المحبة هي أصل الاتباع، فمن قال إن الاتباع والمحبة أخطأ، فإن الاتباع ناشئ عن المحبة، المحبة الكاملة هي التي تستلزم الاتباع الكامل، وكل ما نقصت المحبة نقص الاتباع. نعم. من صانه سليما من تفاوت، من عيب يصيب المرأة من أحد الثلاثة، من سمعه وبصره ولسانه، العلم نور والجهالة حلك، ومن سرى في ظلمة الجهل هلك. شيخنا المراد بن الحارث رحمه الله تعالى كان يحمل مصباحا فسقط من يدها وانطفأ، فقال على البديهة قول الإمام الهلالي،
العلم نور والجهالة حلك ومن سرى في ظلمة الجهل هلك. لكن العلم الذي هو نور هو العلم الذي يحملك على الخشية. ولذلك قال شيخنا المرابط الحاج في وصيته النافعة المباركة التي لا تزيد على صفحة واحدة ولكنها جمعت من الوعظ والزجر ما يكفي العاقل، قال: وإياك ومخالطة أكثر أهل الزمان، فإن الإمام الغزالي في القرن الخامس قال: احذر متفقهة زمانك فإنما هم ذئاب في ذياب. ليسوا بعلماء، هم فقهاء ويحملون العلم ولكن ليسوا بعلماء، فإنما هم ذئاب في ذياب. فالعلم ما أكسب خشية العليم وما خلا منها فجاهل مليم كما قال الهلال. ولذلك قال في نصيحة رحمه الله تعالى عن مرابط الحاج في نصيحته قال أيضا: فإن الناس الآن يزعمون أنهم علماء وليس لأمر كذلك، إنما العالم من يخشى الله، كما قال الحسن البصري حين قال له قائل: الفقهاء لم يقولوا كذا، قال: وهل رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه من يخشى الله، جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الباب. العلم كما قال الإمام مالك، العلم ليس بكثرة الرواية وإنما هو نور يضعه الله في قلب من شاء. العلم النافع هو هو المطلوب. طبعا لا بد للتطبيق من علم، لا بد للتطبيق من علم، وليس للعلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر، كما قال علي رضي الله تعالى عنه. العلم لا بد منه، ولكنه بدون تطبيق لا يعد علما، لا يعد علما، والتطبيق بدون علم لا يصح أصلا، لأن الشرط من عدمه يأتي العدم. فالعلم شرط ولكنه ليس لازما من وجود المشروط، الشرط أن يوجد المشروط، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. قد يتوضأ الإنسان ولكن لا يصلي، قد يدخل الوقت ولكن لا يدخل لا يصلي، لكن بدون دخول الوقت لا تصح الصلاة، وبدون الوضوء لا تصح الصلاة، كذلك بدون العلم لا يصح أي شيء. نعم، من صانه سليما، من صان هذا الكتاب حفظه وفهمه وفقه الله تعالى لتطبيقه سليما من تفاوت يصيبه من أحد الثلاث. مرابط محمد فال بن متاب قال: الدين دون العلم ليس يوجد، والعلم دون ورع لا يحمد، وورع من دون زهد لم ينل، والزهد لا ينال مع طول الأمل، إن لم تكن من أهل ذا فحققي أنك عبد مذنب غير متقي. إن لم تكن من أهل ذا، من أهل العلم والزهد والورع، أعلم أنك عبد غير متقي. لم تكن من أهل ذا فحققي أنك عبد مذنب. الإمام حجة الإسلام الغزالي، حجة الإسلام قال في وقته في القرن الخامس: إياك ومتفقهة أكثر أهل الزمان، متفقهة، إياك ومخالطة أكثر أهل الزمان كما قال المرابطي. فإن الإمام الغزالي في القرن الخامس قال: احذر متفقهة زمانك. هو سماهم متفقه لأنهم فقهاء ولكن ما عملوا، فإنما هم ذئاب في ذياب. وياك مراقب الحاج لا تجده يجلس مع علماء زمانه أصلا. هو عمل بنصيحة الإمام الغزالي، طبعا يكرم العلماء ويحترم، لكن كونه يجلس معهم ويتداول معهم لا يمكن. يصور لك واحد مراقب الحاج جالس مع عالم يتكلم معه إلا نادرة. ناس منهم محمد محمود محمد يحوي سالم والحين، ناس قلة جدا. واحد اثنين وثلاثة واللي سمعناه تأثر بهم وذكر مهلنا ورعهم وزهدهم. من أحد الثلاث: اللسان والسمع والبصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته. اللهم انا نعوذ بك من الفقر الا اليك ومن الذل الا لك، ونعوذ بك ان نقول زورا ان اقول زورا واخشى فجورا، ونعوذ بك من شماتة الاعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بحق الاسماء اسمائك واسماء نبيك صلى الله عليه وسلم. يا ربنا بحق الاسماء عزنا في الارض والسماء. 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 وعلي قدرنا الدنيا بقدرها عندك، واسقنا رحيق سرها، وعافنا بها من البلاء، وعافنا بها من البلاء، وعافنا بها من البلاء، واولينا الشكر على الآلاء، والنصر عاجلا على الاعداء، والنصر عاجلا على الاعداء، والنصر عاجلا على الاعداء، انت الموجب والهادي. وهب لنا بها لدى المنجة خاتمة حسنى هي الأمنية، بأرض طه طيبة المرضية، صلى عليه خالق البدر، والدفن في البقيع بعد نشر دين الإله ببلاد الكفر. وأنت من ربنا العلي لنا بحال حسن مرضي، 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 وأنت من ربنا العلي لنا بحال حسن مرضي. وفي الختام إنني شاد النبي صلى الله عليه وسلم بصاحبيه لحصول المطلب، صلى وسلم على الهادي الأمين وآله وصحبه وبارك من أمر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أدد كمال الله وكما يليق بكماله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قال نظمه محمد مولود أنا له أماله الودود. وانتهينا من هذا الكتاب المبارك. نظمه محمد مولود أنا لنا أمالنا الودود. إن لم يكن محمد مولود ولي صدق فالولي مفقود.